السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خليل من قناتك اب سكيل. فيديو اليوم راح يكون فيديو سريع وحل مشكلة بتصير فجأة وبنحس انه الدنيا تشقلبت، لهيك راح نتعلم كيف نرجع شاشة الكمبيوتر للوضع الطبيعي في حال كانت مقلوبة. راح نعملها بكذا طريقة ونحاول ما نستخدم الماوس قدر الامكان لانه بيكون الموضوع صعب، وهلا صار وقت الخطوات. طيب يلا نشوف. اول خطوة ممكن تعملها انه تضغط على الاختصار هذا، تكبس على الكنترول بعدين الت وسهم لفوق. كان يشتغل من قبل مع كرت شاشه من نوع الانتل وممكن يشتغل عندك، في حال ما اشتغل اعمل الخطوه الثانيه اكيد بيشتغل. رح تضغط زر الويندوز مع حرف ار ليفتح تشغيل، رح تكتب هيدا الامر اللي رح تلاقيه بوصف الفيديو واللي رح يفتح لك اعدادات الشاشه. بزر التاب تتنقل بين الخيارات لتوصل لخيار ديسبلاي اورينتيشن، ورح تضغط انتر وبالاسهم تغيرها للاندسكيب، تضغط انتر بعدين كيب سيتنجز، وهيك بيكون اشتغل. بتمنى انه الفيديو كان مفيد وحل المشكلة. لا تنسى تدعم الفيديو بلايك، تشاركه مع اصحابك، تقدر تشترك بالقناة من هون، حساباتي بالسوشيال ميديا بتلاقيها بوصف الفيديو. بنشوفكم بفيديو جديد، سلام.